متتبعي قناة فاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كاسي تي تي. في هذه الحلقة هذه غادي نتحدثوا شوية على الرجاء والوداد على مستويين الدار البيضاء، وعلاش هاد الفريقين ما حققوش الألقاب خلال هذا الموسم. من أجل مناقشة هذه القضية دي نستضيف السياسي الحجي إعلامي رياضي، وأيضا السي خليل البخاري كاتب العام لجمعية أحمر أخضر. سياسينا، في بداية الموسم الكروي الرجاء والوداد دخلوا في واحد المنافسة بأنهم غادي يحققوا الألقاب، يعني عصبة الأبطال، كأس العرش، الدوري الاحترافي، ويختموها بكأس العرب اللي الآن غتنطلق بعد أيام. ولكن في الأخير يعني ما كاين زيرو لقب. أشني الأخطاء اللي ارتكبوا هاد الفريقين من أجل يعني خروج بعد صفر لقب مع نهاية الموسم؟ وفي المغرب كما كنقولوا بأن البطولة مثلا كيلعبوا على 16 فريق، يعني ما كاينش غير الوداد والرجاء يلعبوا على البطولة، وكاين طموح ديال الفرق أن تدي البطولة، ومنهم مثلا فريق الجيش دا البطولة. الوداد كان واصف حد ذاته، هذا بأنه راه إيجاز أن الوداد يكون الواصف دائما كيلعب الشامبيونز ليغ، دائما وصل أن بقات بينهم بين فريق الجيش ملي كاين نقطة وحدة، وحتى الدقائق الأخيرة بقات ملعوبة البطولة، في ظل بزاف الحوايج اللي كانوا مثلا أنه كانوا 6 مدربين في هذه السنة هذه. نورمالمون فرق اللي عندها 6 مدربين خاص تكون لاعب على الطيوح ماشي على البطولة، وفي نفس الوقت حققت وصافة ديال الشامبيونز ليغ. الشامبيونز ليغ ما كيداش ديما، كدا فرقة وحدة في إفريقيا، وبزاف الفرق اللي كانت تلعب عليها. طبيعه اللي مشات بها الكاس من المغرب خلات بزاف ديال القيل والقال وبزاف ديال الحوايج، طبيعه مشات بها البطوله خلات بزاف ديال القيل والقال. النقطه التي افادت الكاس مثلا هو ان الرجاء الرياضي مثلا كان هذا العام لعب على بزاف الطموحات، كان رئيس جيب واحد بزاف ديال الاقوال، ولكن ما كانش داخل المنظومه الرياضيه، خلى ان الرجاء تبقى لعبه ولعبت مقابلات كبيره حتى هي، وحققت بزاف ديال الجزئيات الصغار، ولكن الجزئيات الصغار اللي هما ديال الضغط ديال الجماهير، الضغط ديال المنظومه، خلاتهم انهم يتراجعوا في الصفوف، انهم يمشيوا واحد الرتبه، ومع ذلك لعبوا نصف نهائي كاس العرش، جاتهم قدام الوداد ربحوها ولعبوا نهائي ديال كاس العرش، ولعبوا تقريبا من ربع ساعه الاولى هما لاعبين ب 10 اللاعبين، ومع ذلك خصهم بيلانتي في اشواط اضافيه، وهذا بحد ذاته كاين واحد الانجازات، ولكن في نفس الوقت الجماهير دائما داك الاطار ديال الشدان اللي شويه كما كنقولوا زايد على حدو داخل لي ريزو سوسيو ديال صفه ولقب، هذا اللي كيخليها سياسي. اسمح لي قاطعتك السيد البخاري، هذا الشدان بين الجماهير الوداد والرجاء، البعض تيقول بانه فات الحد ديالو، لان كما الحال ان الرجاء والوداد على مستوى مدينه الدار البيضاء هما تيشرفوا مدينه الدار البيضاء، كما قال سياسين يعني الوداد راه لعبت نهائي كاس عصبه الابطال، الرجاء تيلعبت نهائي كاس العرش، يعني عوض يكون هذا الشد ليا نشد فيا نشد فيك اللي وصل لواحد الحد اللي يعني ما بقاش مقبول، يعني يكون واحد الهدوء واحد السن ما بين الجماهير تاع الرجاء والوداد. بطبيعة الحال لان كنعرفوا بان الجماهير الرياضيه بدونها راه ما يمكنش تكون المنظومه هي هذيك، الجماهير الرياضيه راه هي ركن اساسي في المنظومه. مع الاسف نقولها في الكواليس، راه تكلمنا على في السابق كان هناك واحد اللمه، كان واحد العلاقات اخويه انسانيه اجتماعيه بين الرجاويين والوداديين، وكيخرجوا في صف واحد رغم ان واخا تخسر الوداد واخا تخسر الرجاء. مع الاسف نوعيه الجماهير ما بقاتش. نوعيه الجماهير ما بقاش الجماهير اللي هي كتحب الفريق ديالها وكتنبت العنف بكل اشكاله، سواء اللفظي سواء الجسدي، ولا الجماهير اللي هي مكونه من واحد الفئه عمريه اللي هي باقي تيقراو في الاعدادي او باقي تيقراو في الثانوي، زائد العام ديال المخدرات مع الاسف الشديد، زائد دور الغياب ديال الدور ديال الاسره، غياب الدور ديال المدرسه، ما بقاش ديك التوعيه اليوميه، ولات الجماهير كتمشي نهار الحد كتيران ولا متنفس تفريغ ديك المكبوتات واستخدام العنف، راك شتي موقع ديك المشجع الرجاوي اللي مات مع الاسف. غياب، انا كنقول دائما غياب العامي ديال التوعيه وغياب حتى نوعيه الجماهير، معناها ان الجماهير كانت تدخل سواء رجاء البحات او كانوا ديك الساعه 4 فرق، كانت الطاس وكانت الرجاء وكانت الوداد ونجم الشباب كيتلعبوا جوج ماتشات كل سبت وحد، وما كتكون لا مشاكل اللي يديك اللي يخليك. دابا تغيرت الامور مع الاسف، لان كنسمعوا دابا التراشق بين الجماهير الرياضيه، راك شتي مؤخرا من بعد نهايه المقابله ديال بركان راك شتي اش وقع، ومع الاسف هذا الشيء جا من ملي كتعود تشوف المسير كيتلفظ بكلمات نابيه وقدام الجمهور، المسير راه كيمثل الفريق، خصو يكون هو القدوه هو المثال. والغريب في الامر انا كنشوفوا في هذا التواصل الاجتماعي كنشوفوا رجاء سميتو ودادي اللي حيد الصور ديال البرتقال، حنا كنشربوا العصير، زعما اشاره هادشي كيزيد. هاد الاستفزازات تتشوف انت واش عاديه السياسيين ولا يعني خاص يكون واحد الخطاب اخر من غير هاد الاستفزازات اللي ربما تتؤدي الى الشغب، يقدر يكون استفزاز داخل فيسبوك ولكن من بعد غيكون شي احداث شغب. ما نوصي خليك كنتميو لديجينيراسيون اللي ماشي بحال مختلفه. انا مشيت مع الوالد ديالي للتيران، وكان هادشي اللي كيقول عليه. من بعد جاو دوطخ جينيراسيون، بدايه الالفينات مثلا، من 2000 وأضحى بدات الموفمون الالترا في البلاد. الالترا كتلعب ادوار في المغرب، دور ايجابي
اللي هو الجماهير داخل الملاعب اللي هو الاحتفاليات لوحات الفنيه الضغط على الفرق. اخوان الفرق اللي كتجي من بابا المغرب كتجي بعض المرات كتجي تتفرج في الجمهور المغربي ان اشنو كيدير، ولكن في نفس الوقت كاين عقليه الاداره اللي هي عقليه ديال الفريق وما بعد ما بعده الطوفان. هذه العقليه اللي كاين لي زيلطا اللي هما حاولوا يتادبطوا مع الواقع المغربي انهم يحاولوا يديروا واحد النوعيه ديال لي زيلطا ويديروا واحد التوعيه للدري ديالهم. يكون كاين اشكال اللي ما دويتش عليه هو اشكال تنظيمي، والاشكال التنظيمي هو اشكال مركب. ماشي واحد يقول لك التنظيم غنسبوه في جهه ما، لا هو اشكال مركب كيجي فيه الجمهور، فيه الامن، فيه الجهات المنظمه، فيه الفرق، فيه المنظومه الكرويه كامله، فيه القوانين التي لا تطبق من صباح يوم المقابله الى غايه نهايه المقابله كتلعب وكيل الملك بزاف الناس يعني كيوليو غادي ديزين بلايص اخرى. هذا الشيء كامل ربما فككناه وقلنا فوالا ها المسؤوليه، كل واحد يتحمل مسؤوليته ماشي واحد يلوح المسؤوليه على الاخر. ربما غنحيدوا واحد 70% من المظاهر اللي كتشوفوا دابا، 30% شيء عادي ان في دار ان ملي كيكون قانون المجموعه كيكونوا فيلاتات، ولكن فيلاتات ممكن تحكم فيها في حال ما طبقنا القانون كما يجب. كل واحد دار خدمته، لان مثلا كنمشي كما المرحومه نوره نهار توفات كان الاشكال الكبير هو ان التذاكر المزوره، اكبر اشكال كان التذاكر المزوره اكثر من التذاكر الموجوده. زائد ان التذاكر بعد ما كتدخل لكيشي كتقال لكيشي فيرمي هما لا بلونصا. كيفاش تباعوا هاد الوراق لما تباعوا في مشا دقائق دقائق كيتباعوا، وهذا خاصنا نشوفوا فيه راهو خطير، لان ملي كتباع في الانترنت ربما عندنا شي فايف في الانترنت، ربما كاين شي فايف في الانترنت. يعني خصنا الكره وغير المستوى الجمهور الرجل الوداد كما قلت في المقدمه تنافسوا على الالقاب، في الاخير يعني الحصيله زيرو لقب. يعني بالنسبه لك السي خليل البخاري، واش عادي ان الرجل الوداد اللي هما قاطره الكره المغربيه يخرجوا في الاخير نهايه الموسم بزيرو لقب؟ ماشي عادي، رغم ان الميزانيه اللي مرصوده لهذا الفريق ماشي عادي بحكم التجربه ديالي والالتصاق ديالي سواء بالرجاء سواء بالوداد. وكنشوف بانه باش تخسر مونديال الانديه مع الهلال السعودي والوداد تخسر عاوتاني مع الاهلي في نهايه البطوله على جزئيات وتمشي منها البطوله على في اخر مقابله، في طيل انه كاين تناقض وتغيير المدربين تغيير المدربين بن عبيشه بن دير جميع جنسيات تعاقد. اذا هنا انا كنلعب بصراحه باش نكون صادق معاك، كنلعب التسيير راه عمود في قريوتي. انا اعتقد بان الوداد تسير بطريقه انفراديه. انا دابا ما نتحداش واحد يقول لي الاسماء ديال الفريق المكسب الوداد، انا كنشوفها طالع مره والناصري هو اللي كاين في جميع القائم، ما كيجيب معاه حتى واحد كاع على نائب غاشكلي رمزي معنا كياخذ قاره نفيره. والدليل هو مشى عموته التحق بالمونديال، دار واحد اتفاقيه معاه وقيعود كمحلل، جيتي بن عبيشه حيتي من مدير كذا ترجعوا عاوتاني، الطايره ولات من مدير تقني اسمو تيعود مدرب وحنا غادي كنطلبقوا، جبتي عاوتاني هذاك غاريدو اللي كان في الرجاء، جبتي هذاك اللي كان كيتسارى في الرباط السيفن ما سميتو حيتي، عاوتاني دابا النفضي عاوتاني كذا. معنى انه التعاقب ديال المسير التعاقب ديال المدربين راه عنده انعكاس على الاداء. كل واحد تيجيب واحد التكتيك واحد كذا كيمشي، عاوتاني كنجيب لي اسبانيولي عاوتاني كنجيب لي بلجيكي، صعب اللاعب سياسي. المشكل في التسيير بالنسبه للرجاء والوداد بيان سور كان مشكل في التسيير، كاين مشكل المسير في المغرب ماشي في الرجاء والوداد، كاين مشكل المسير في المغرب. لا هو كاين مشكل المسير والنموذج الواضح هو الرجاء والوداد. مشكل المسير ان الوداد مثلا كتمشي بفرد سميتو سعيد الناصري، الفرد هذا فرد الظرفيه هذه جاب بزاف الالقاب وربما احسن باركور ديال رئيس فريق داخل المغرب، ولكن كيبقى دائما المشكل ليس بنموذج. بالنسبه لك الصوره اللي عطات السي البدراوي الرئيس السابق تاع الرئيس انه المنقذ حتى هي تتمشي فيها التجربه، واش كاين شي واحد عنده عصا السحري؟ منخرطي الرجاء ما ندوش على الجمهور، هذو منخرطي الرجاء اللي جابوا اللي جاو انهم دخلوا واحد من خارج المنظومه ديالهم وجابوه كرئيس ما كيعرف حتى حاجه، وظنوا ان الاشكال اللي عندهم هو اشكال مادي محض. لا حيت بعد حتى اشكال مادي هو الاشكال المادي كاين، ولكن عندهم حتى اشكال رياضي. لا حيت البعض كان تيقول بان المشكل تاع الرجاء هو يعني مول الشكاره، ودائما النموذج هو الناصري اللي نجح مع الوداد البيضاء. هو الناصري ماشي مول الشكاره. لنكون واضحين، الناصري ماشي مول الشكاره. الوداد دابا خصوصا في الاربع سنوات الاخيره تسير باموالها، لان الوداد كدي القاب عنده جوائز، ملي كتجي الميزانيه هذه دخلت منها خرجت لهنا. ربما الناصري في كل عام
كي واحد 10% ولا 5% ولا حتى 20% بعد المواسم اللي كان كيجيبها من مصادر خاصه وكيقولها الناصري ماشي من جيبو كيجيب مصادر خاصه. بصح كاين بزاف الناس محبين الوداد اللي كيبغيو في الخفاء وهذا ما كيتشاف الوداد. ربما كيتم مثلا كنمشي للدوري المصري كنمشيو الاهلي سميتو كاين رجال اعمال كاين سميتو اللي كيعطيوها بالعلن وداخل منظومه الفريق لان تما كاين هيكله انديه. هنا في المغرب ما كاينش هيكله انديه للاسف. هذا التسابق عاوتاني ما بين الرجل والوداد كيبان عاوتاني في هذه الانتدابات الصيفيه اللي كاينه. يعني كاين واحد التسابق على اللعابه بعض المرات فاش تبدا الموسم تنشوف شي لعابه كاع ما تنبقاو نشوفوهم لا في الرجل لا في الوداد. يعني كيفاش تشوف هذا الحرب التسابق دابا حنا كنسمعوا بانه الوداد انتدبت واحد مجموعه من اللاعبين وكذا كذا ونفس الشيء بالنسبه للرجل ولكن كيبقاو في الاحتياط كتجيب اللاعب كتكري ليه كتعطيه المسائل كلها ولكن ما كيبانش والامثله كثيره لا في الوداد ولا في الرجل. كاين كاع بحال هذه شي عامين جابوا شي 11 ناصي جاب 11 وقدمهم امام رجال الاعلام وكل شيء ولكن بقينا كنسمع والو كنسمع ها الشرا شبه السميات هكذا كيلعب ماتش وكيغيب راه كنعاود نرجعوا راه ما عندناش مسيرين اكفاء عندنا مسيرين اللي كيمشي يمارس السياسه ويمارس والرياضه المسيرين تيكونوا الضغط تحت ضغط الجماهير اللي تطالب بهذه الانتدابات اللي هي انتدابات واسعه. في الوقت اللي كان واحد الوقت كان انتداب واحد تنعقلوا على المصنده ومع الوداد كان غير واحد كان داير بوحدو داير على الافاق اللي بغينا نلعبوا عليهم لي سون ريزون مثلا بغيت تبغي تلعب خاصك تجيب لاعب واجد اللي كاين هو ان اللعابه اللي كتجيبهم كتمشي تحطهم في البوندوتيش اللي كيطلعوا للتريبي اللي تفرجوا قليل اللعابه اللي كيدخلوا داخل المنظوم. يعني خاص اللاعب اللي يجي الوداد الرجاء يلبس التوني ويدخل هادشي اللي كيتفهم يكون موجود خصوصا ان المبالغ اللي غادي تقادها بالسوق المغربيه كيدور على السوق المغربيه ان مبالغ باهظه غيتقادا ربما دابا دابكه الجامعه وداك انهم داو العقد ديال المردوديه يعني لعبتي غتخلص ما لعبتيش غتاخذ صالارك حيت بحال هادي كان هذا وليتي تقلب على لي جوغ د كاليتي كنجيو شو مثلا الميركاتو اللي دارت الوداد العام اللي فات نمشيوش على هذا العام اللي دارتو العام اللي فات ربما ميركاتو ناجح لان اللعابه اللي جاو فيهم واحد النسبه كبيره لعبات ما باعوش مثلا محمديه بوهبا لعاب سامبو لعاب زولا لعاب اسماعيل مترجي كاين اشكال كبير داخل ميليو الثمانيه الوداد اللي هو عامر بزاف. يعني خاصك الحرس القديم مع الحرس الجديد خاص المدرب اللي يجي واش غادي يتيق خصوصا لدو سيت المدرب غادي يتيق انه يدخل اللعابه اللي كانوا جالسين وما غايتيقش واش الجمهور غيتسناه ان اللاعب يعطيه في ذاك الماتش ولا ما يعطيش. هادشي كامل كيلعب لك على تاش باغي تلعب. يعني اللاعب اللي جبتي خاصو يلبس التوني كاين بزاف اللاعبين ناداو بهم الجماهير وكتدخلوا التيران ما كيعطيك والو ولا كيدير لك مشكل داخل الفريق. الاشكال اللي كان في الرجاء هو انك جبتي تما بزاف ديال اللعابه وهنا كان المشكل المادي مع الرياضي جبتي اللعابه اللي صيفطتيهم سير بلاص ودابا مشاو لفرق كبار مثلا لاعب جزائري اللي كان جا للرجاء ومع مشى دابا لا مشى للسهبي كان لاعب مزيان ولكن حتى حد ما بغى يعطي الفرصه لان كان البوست ديالو حتى هو عامر كيبان راسو ما غايلعبش. هاي دابا كيبان لعاب واحد اللي لعب تقريبا في العام كامل هو لاعب بوزوق اللي كان هو اللي جا مثلا وعطى واحد الاضافه داخل الفريق الباقيات وبالمقدم مقدم يعني انه جاو دا بلاصو بدل ان كاين ثلاثه ديال لي ديفونسور اللي كدير عليهم الاميره. هنا كنجيو كنشوفوا الفرقه شنو عندك. مثلا انا عندي حارس مقتضي بحال زنيتي كيمشي يجيب مباح غايه شنو الاضافه اللي غادي يدير سيو لك غنصيفط زنيتي ما يمكنش كما كنقول حنا ما كاينش فرقه يكون عندها هو المشكل اللي كاين يكون عند الوداد هذه السنه بالاداء اللي دار موطي مع التاكنا وتي خاص واحد يمشي خصوصا انا جبتي ماشي خلف ولكن خاص واحد يمشي لان ما يمكنش جوج حراس كبار يكونوا عندك البوست كيلعب فيه واحد كيلعبوش فيه جوج واكثر بوست مظلوم ومن حدو كيعطي خاصو يبقى يعني خاص واحد يمشي. يعني هذا هو الاشكالات وكيكون تما كتقل الفرقه ماديا لان لا ما سالاريال ديال اللعابه كدير تقريبا 80% من لا ميزون مارش على الفرقه. لا ديما كنقدروا نبنيو انديه لكن عندنا ما سالاريال وهنا غنمشيو لدو على حاجه اخرى اللي مهمه عندنا حنا كفراقي ربما راجع لعبات عليها وخدات من اللعابه مزيان هو التكوين. وقت الوداد مثلا فاشله في هذه البلاصه هذه لان اللعابه ما كتعطيهمش فرصه ماشي ان اللعابه ما مزيانينش ما كتعطيهمش فرصه ولا كتصيفط واحد الفرقه الهوات في الوقت اللي راجع مثلا كتصيفط الفرقه ديال البومي ديفيزيو دوزيام ديفيزيو باريطي الوداد كتصيفط الفرقه الهوات وهذا اشكال التدبير اكثر ما هو واخا باش نتفاهم في السياق مع الاخ نيت ان كنطرح حتى السؤال شنو هو دور هذه المدرسه هذه. انا باقي تنعقل كان جينيور ا بي سينيور ا بي سي بوس الدم الله يرحمه كذا كذا كنمشيو نتفرجوا في دابا ما بقيناش كنقول هذا جاي من المحمديه هذا جاي من برا هذا جاي من الكونغو اذا فين هو الدور ديال هذا المشتل. هذه المدرسه راه هي المشتل ملي ما كل موسم راه خصو يبانوا جوج ثلاثه واخا سي البخاري دابا نمشيو قدام دابا الرجل الوداد كاين كاس العرب يعني
هما تنافسوا عليه في النسخه اللي كانت قبل من كورونا، يعني واحد الديربي اللي هو ديربي عربي اللي كان مشهور جدا. الان تيدخل كاس العرب، واش كاين شي يعني شي حظوظ بالنسبه للفريقين باش يفوز بهذا الكاس هذه، علما ان يعني الفرق السعوديه دارت واحد الانتدابات اللي انتدابات وازنه وازنه جدا. الحظوظ راه الرياضه هذه الرياضه لا تخضع للمنطق، واخا تجيب كاع كذا يمكن ربما انا كنقول تجاوز وينسى الماضي، ينسى وهذا الاقصاء سواء الرجاء سواء الوداد ويدخلوا في صفحه جديده ويتهيئوا مزيان ويرجعوا لنا الصوره اللي عشناها مع المغرب في المونديال. بغينا شي ديربي عربي يكون نهائي في السعوديه باش يعاود يفرجونا في اللوحات اللي ظهرها الفريق الوطني في المونديال. المنطق ما كاينش، واخا تجيب كاع لعابه كذا كذا كتبقى ديك داخل رقعه الميدان اللي كان في المستوى نفسيا وذهنيا وحتى سياسيا. كاين شي حظوظ؟ صعب جدا على جميع الفرق انها تنافس فرق سعوديه، صعب جدا على جميع الفرق العربيه ماشي غير الوداد والرجاء. ربما الوداد دارت مع الكاتو مزيان حاليا، كاين اللعابه اللي عطيو كتسناو المدرب اللي باقي ما كاينش يومين. هذا اشكال كبير لان حتى البريباراسيون ديال السنه الفارطه ما كايناش. كاين اشكال يقدر يكون من كاين عادل رمزي، كاين بن شيخه، هادو كاملين كاينين دابا في المغرب كيتسناو. يعني ما غنلقاش الوليد غير ما بقى عادل رمزي ولا بن شيخه. بالانتدابات ديال اللاعبين الجزائريين كيبان لنا بان بن شيخه هو اللي كيبان الهضره اللي خارج، انا عادل رمزي حتى هو كاين كما كيقول الناصر كيقول بشي حوايج، كاين مدرب وكاين مدرب رياضي. ربما عادل رمزي ما يكونش مدرب يكون مدرب رياضي، ربما يكون العكس بن شيخه يكون مدرب رياضي. ربما الوليد غادا في الطريق ان الناصر اقتنع بصوت الجمهور انه يجب ان يهيكل الاداره الرياضيه. واخا الحظوظ ما نقولش بها منعدمه ولكن هي صعبه جدا، في ظل انني غنلقى كونتي وغنلقى بنزيما في الاتحاد السعودي وزيد عليهم الحمد لله وقوتي ميجو غنمشي لفرق اخرى غنلقى كوناتي غنلقى كنتكلم مع لي توب 3 ديال لي توب 3 ديال ماشي حتى مونديال مصغر واكثر من ذلك. الحظوظ الفرق المغربيه هذه اللي ممكن نقولوا اكثر من الفرق العربيه الاخرى من غير السعوديه لان عندهم لاعبين ذكر يعني سواء الوداد ولا الرجاء نقدروا نوصلوا ل الى دومي فينال. الى مشينا بليسبري ديال ركراكي في المونديال ربما نوصلوا لذاك النهائي وصلوا النهائي، علاش لا؟ كما قال سي خالد بان الكره كتلعب في الملعب ولكن خاصك تكون حاط رجلك ديال بصح في الملعب. شكرا سي ياسين. جامعه باير تبارك الله فرجونا. شكرا سي خالد البخاري متتبعي قناه فاسبريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.